أسعد الله أوقاتكم أصدقائي. سهرتنا الليلة مع أغنية قصيرة ولكني أعتبرها من روائع أم كلثوم مع أحمد رامي ورياض السنباطي. غنت أم كلثوم من تلحين رياض السنباطي حوالي 90 أغنية على مدى 36 عاما، كان أولها أنشودة الربيع سنة 1935 وآخرها القلب يعشق كل جميل سنة 1971. أغنية الليلة هي هقابله بكرة، وغنتها أم كلثوم في فيلم فاطمة، وكانت بطولة الفيلم لأم كلثوم مع أنور وجدي وهو آخر أفلامها، وكان ذلك سنة 1947. والغريب أن أم كلثوم غنت 8 أغاني أخرى في هذا الفيلم وكلها من الأغاني الجميلة. غنت أصون كرامتي لأحمد رامي ورياض السنباطي، وجمال الدنيا أحمد رامي وزكريا أحمد، وظلموني الناس محمود بيرم التونسي مع رياض السنباطي، لغة الزهور اللي هي الورد جميل محمود بيرم التونسي وزكريا أحمد، نصرة قوية وفرحة هنية محمود بيرم التونسي وزكريا أحمد أيضا، ويا صباح الخير ياللي معانا بيرم التونسي مع القصبجي، ونورك يا ست الكل نور حينا بيرم التونسي ومحمد القصبجي، وأيضا أغنية ياللي انحرمت الحنان أحمد رامي ومحمد القصبجي. سأترككم الآن وأتمنى لكم قضاء وقت ممتع مع هذه الأغنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد بكره